محاضرتنا لهذا اليوم هو تكملة لما أخذناه من محاضرة أمس وأول أمس في موضوع الأروماتيك والأروماتستي. بقالنا من هذه المحاضرة هعيد شيء بسيط، فشي بريف حنطي على المحاضرة السابقة، أنه هي مركبات الأروماتية، هي مركبات من نوع السايكليك، وضعت في تصنيف عن بقية المركبات الكيمياء العضوية بسبب انه البوند ليكس مالتها يختلف والستيبلتي وكذلك الرياكشن. كذلك هذه المركبات لها خاصيه مميزه عن بقيه المركبات العضويه انهم مركبات اكثر استقرارا. وعلى هذا الاساس صنفت ضمن الاروماتيك كومباوند. اخذنا عينه هي البنزين وطبقنا عليها الكريتيريا الاربعه اللي هي أول شيء تكون the molecule must be cyclic, the molecule must be planar, the molecule must be completely conjugated, and the final, the molecule must be satisfy Hooke rule اللي لازم نطبق عليه القانون for n plus 2 equal pi electron. فإذا طلعت هاي معادلة من الدرجة الأولى، إذا طلعت قيمة الـ n اللي هي integer number عدد صحيح فيعتبر مركب أروماتي بالإضافة إلى المعايير السابقة. بقت لنا من هذا المحاضرة السلايد الأخير هو سلايد إنه لو كان عندي أيونات، كيف أعرف إنه هاي الأيونات هي مركبات أروماتية أو غير أروماتية؟ كما تشاهدون في السلايد اللي أمامكم، نطيت ثلاث أمثلة هي عبارة عن سايكلو بنتاداين. النموذج الاول هو نموذج سايكلو بنتا داينار انايون، يعني عندي زوج من الالكترونات النيجاتيف، من نقول نيجاتيف تشارج، رجاء طلاب من اقول نيجاتيف تشارج يعني اقصد عندي 2 الكترون، وعندي سايكلو بيوتا داين كاتايون عندي شحنه موجبه، واخيرا عندي سايكلو بنتا داينار راديكال. نقول راديكال معناته عندي الكترون واحد، من نقول كاتيون يعني في هاي الذرة لا تحتوي على أي الكترونات. لو طبقنا معايير الثلاثة الأربعة على هاي المركبات الثلاثة نشوف كلهن تشترك بمعيار واحد هي سايكليك كومباوند. أيضا كل الثلاث مركبات اللي أمامكم بالسلايد تشترك أنه تكون من نوع البلانار، وكذلك تشترك الثلاثة انه هي completely conjugated compound، اي ان المعايير الثلاثة للمركبات الشحنة السالبة والموجبة والفري راديكال هي منطبق عليها اللي مثل ما ذكرت هي معايير السايكليك ومعايير البلانر وكذلك completely conjugated. كيف هي completely conjugated؟ كما شاهد في هذا السلايد لو اخذنا المركبات الثلاثة السالبة والموجبة انه هاي المركبات ممكن ان يصير ريزونانس داخل الجزيئات. بعد الاول نلاحظ انه النيجاتيف تشارج داخل الجزيئات. رجاء سد المايك دا اسجل. رجاء اي عادي هو حار شوي خليه يبرد شيء بس تسيبه. رجاء طلاب سد المايك لان دا اسجل لكم. فنلاحظ في هذا السلايد انه النيجاتيف تشارج والبوزيتيف تشارج والفري راديكال كلها تشترك في انه كومبليتلي كونجيجيتد، بسبب انه في حاله النيجاتيف تشارج يدخل النيجاتيف داخل الجزيئه، اي يعتبر الزوج الالكتروني اللي ذكرناه هو نيجاتيف تشارج يعتبر من ضمن الحلقه، وكذلك انه البوزيتيف تشارج ايضا من ضمن الحلقه وكذلك الفري راديكال. فإذا طبقنا المعيار الأخير هو الهوجر رول نلاحظ أنه المركب الأول سايكو بنتاداينال أنيون المركب السالب الشحنة يحتوي على 6 الكترونات باي بسبب أنه يدخل داخل الروجنات. فإذا طبقنا معيار الهوجر رول حنلاحظ أنه قيمة الآن تساوي 1، فإذا هو انطبقت عليه 4 معايير فيعتبر أروماتيك كومباوند. أما في حالة مركب الكاتيوني فالمعايير الثلاثة منطبقة عليه،
كم اجكتو عندي باي مثل ما ذكرت ان البوزيتيف تشارج لا يعتبر الكترونات وانما ما عندي الكترونات، فعدد الباي الكترون هي 4. اذا طبقنا المعيار ماس هوجر رول نشوف نوت ساتيسفاي هوجر رول السايكلوبنتاداينال كاتيون بسبب انه قيمه الان تطلع لنا نوت انتجر فيعتبر نن اروماتيك. بدلها ما لا تذكر الانتي اروماتيك قلنا نن اروماتيك. اما الفري راديكال كومباوند سايكلوبنتاداينال فري راديكال فهو يحتوي على 5 الكترونات من نوع الباي. المعايير الثلاثه هي اللي سايكليك والبلانر والكومبليت كونجيجيت ينطبق عليه، ولكن معيار الهوجر رول نوت ساتيسفاي قيمه الان تطلع مو انتجر. فعلى هاي الاساس ممكن التفريق ما بين هذني ثلاث مركبات، انه المركب الاول الانيون يعتبر اروماتيك، المركب الثاني اللي بوزيتيف تشارج الكاتيون يعتبر نن اروماتيك، وكذلك الفري راديكال يعتبر نن اروماتيك. هذا ما حبيت ان اشرحها في موضوع، حنعطي امثله ان شاء الله حتى شلون نحل. انطيت مثالين حليناها في هذا السلايد. بالمركب اي عندي مركب يحتوي على 8 ذرات كربون. لو طبقنا المعايير الثلاثه عليه مع انه هذا المركب يحتوي على سايكليك يعتبر بلانر يعتبر كومبليتلي كونجوجيتد، اذا طبقنا معيار الهوجر رول 4n plus 2 equal pi الكترون، بما انه 4 بوند من نوع الباي فعندي 8 الكترونات فقيمه الان تطلع 1.5. فاذا نذكر not aromatic compound because not satisfy Hooger rule. ايضا اعطيت مثال اخر هو مثال جزيئة سباعية تحتوي على 3 أواصر باي فهي تعتبر سايكليك، أيضا تعتبر بلانر بس not completely conjugated لأن إحدى ذرات الكربون هي من نوع sp3، فنقول هذا إذن هذا المركب non aromatic compound because it not completely conjugated. هذا ما حبيت أشرحه في هذه المحاضرة، وحنطي أمثلة أخرى على هذا الموضوع أيضا بها قسم عدها من نوع الأيونيك كومباوند. هذا ما حبيت أشرحه ما متبقي بالمحاضرة السابقة. إذا أحد عنده أي سؤال يقدر يجاوبني، أنا لا يزال أسجل المحاضرة. إذا عنده واحد أي طالب عنده أي سؤال على ما ذكرته أو بالمحاضرة السابقة حتى يكتب لي اما الشات او يفتح لي مالته المايك ويحكي وياي مباشره. عفوا دكتور. نعم. شلون افرق او اعرف انه هذا انيون وكاتيون او راديكال؟ الكاتيون على ذره الكربون حنطيك موجب الشحنه، مثل ما تلاحظنا بالسلايد ان الكاتيون خلينا عليه موجب الشحنه، والانيون خلي عليه سالب الشحنه، والفري راديكال خلي عليه دوت. فاكيد بالامتحان حنطيش وهسه حنحل اسئله على هذا الموضوع، ححاول اجيب لكم اسئله على هذا الموضوع نحلها ان شاء الله. تمام دكتور شكرا. طلاب البلانر لا تذكر لي اياه بالامتحان. بالبلانر بالامتحان اذكر لي بس 3 معايير اللي هي السايكليك والكومبليتلي كونجيجيتد وطبق لي هوجر رول. اترك البلانر لان بدي اشوفكم شو هذا الموضوع مو كلش تضمنه. الاس بي 3 طلاب الاس بي 3 نعرفه انه المركب ذره الكربون تحتوي على 4 عواصر منفرده. الاس بي 3 4 عواصر منفرده. نعم. اي سؤال طلاب؟ اي سؤال يعجبك حتى من المحاضره السابقه؟ عندنا وقت بعد. دكتور؟ نعم. بس اللي يحكي وياي بس يعرف لي باسمه ساره. هي سارة رياض. نعم تفضلي سارة. بس المثال الأخير non completely conjugated شلون صار؟ لو رجعنا على المثال الأخير not completely conjugated انباع حلقة سباعية، اكو عندنا ذرة كربون ماكو بصفها دبل بوند، أواصرها اثنينها منفردة
من نوع الاس بي 3 عندنا ثلاث اواصر من نوع الباي، لكن واحده من ذرات الكربون ده اشرح عليها، ما ادري تشوفوه لو لا ما ادري. ذرات الكربون هي سي اتش 2 هاي التهجين مالتها اس بي 3، بما انه اكو بالجزيء تهجين اس بي 3 فيعتبر نوت كومبليتلي كونجيجيتد كومباوند. نعم اوكي شكرا. اي احد نعم ممكن انا تعطينا اسئله اضافيه؟ احمد لطيف. احمد اي نعم احمد لطيف تفضل. احمد دكتور انا بس سؤال على المحاضره السابقه مال التسميه، الاورثو والميتا والبارا، هاي احنا ملزمين بها جدي لو اذا انطيتنا مركب لو عادي ارقام يعني مثل ما قلت من اجيب مثال اذا تريد انت تكتب لي اورثو وبارا وميتا بهاي الصفه ما عندي مشكله، او ترقم لي ما يأثر. أنا حكيت مخيرين. نعم مخيرين، إما تكتب لي بالأرقام أو تكتب لي بالأرثة والفارة. ماشي نشكر دكتور. ولا بعدنا وقت رجال يسألوني. دكتور هو المشكلة صار على مال هسه قبل شوي شرحته مال الأيونات. نعم. ممكن تعطينا فد شيء سؤال عليها؟ هسه اعطيكم مثال، تريدون اعيد الشرح مالته؟ تحبون اعيده ابني؟ والله لا اكو وقت يعني عندنا وقت ابني، عندنا وقت حتى للامثله. حعيدن بهذا السلايد رقم 10 ذكرنا ثلاث مركبات كلها من نوع السايكلو بيوتاداين. ثلاث مركبات سايكلو بيوتاداين. يكتب لك نيجاتيف على الستركتشر كانه زوجين من الالكترون غير مشاركين، فانا رسمته هيك حتى بس للتنبيه. المركب الثاني هو سايكلو بيوتاداينال كاتيون، والمركب الاخير سايكلو بيوتاداينال راديكال. شلون نعرف هذني مركبات هي اروماتيك او نن اروماتيك؟ لا تذكر لي انت اروماتيك ما لك علاقه. لو اخذنا المثال الاول اللي هو سايكلو بيوتاداينال انيون ذات الشحنة السالبة. من بعد هذني ثلاث مركبات كلهن مشكلتكم انتم حتعانون في موضوع هل ان هاي الالكترونات النيجاتيف والفري راديكال مثل ما قلت الموجب ما بي ولا الكترون، هل هاي كلها تشترك كومبليتلي كونجيجيتد؟ لو شلون بدها تشترك؟ نعم مثل ما دزيت لكم السلايد صوره من عند البكتشر مالته، نلاحظ في حاله النيجاتيف ان هذا الزوج الالكتروني المشار اليه بالنيجاتيف يدخل داخل الحلقه. من دخل داخل الحلقه اذا اعتبر من ضمن الحلقه هاي الالكترونات. فلذلك لو نلاحظ بهذا المثال انباع عدد الالكترونات باي كما بالسلايد رقم 10 في حاله المركب السايكلو بنتاداين كاتيون اشرنا انه عنده ست الكترونات من نوع الباي. اما في حاله السايكلو بنتاداينال كاتيون بما انه هذا البوزيتيف تشارج ما بي الكترونات، ولكن ايضا يصير عندنا ريزونانس كامل كومبليتلي كونجيجيتد، لكن كم الكترون يبقى عندي؟ عندي 4 باي الكترون مثل ما نشير بالسلايد. اما في حاله الفري راديكال ايضا هو الالكترونات مال الفري راديكال الكترون هذا واحد يسوي ريزونانس داخل الحلقه، وعلى هذا الاساس عدد ذرات الباي الكترون هي 5 الكترونات. فاذا الانيون عندي 6 الكترونات، الكاتيون عندي 4 الكترونات، الفري راديكال عندي 5 باي الكترون. فاذا طبقنا المعايير كلها على هذني المركبات نلاحظ انه 3 تشترك انه سايكليك، 3 تشترك بلانر، 3 تشترك انه كومبليتلي كونجيجيتد، لكن معيار الهوجر رول حيختلف عندنا. حالة الانيون انباع قيمة الان طلعت
إذا طبقنا القانون طبقنا أنه عند الست الكترونات باي قيمة الآن تطلع integral number. أما في حالة البوزيتيف كاتيون عندنا فقط أربعة الكترونات قيمة الآن تطلع نن انتجر نمبر، فإذا يعتبر نن أروماتيك. وكذلك في حالة الفري راديكال يعتبر نن أروماتيك بسبب أنه not satisfy هو الرول. إذا تحبون أعيد مرتلخ ما عندي مشكلة طلاب، عندنا وقت بس أهم شيء تفتهموا لي هذا الموضوع رجاء. إذا أكو أي سؤال نعم بس عارفيني بس نور حسام نور تفضلي نور. دكتور هذا المركب عندي سؤال إنه على الكونجكيتد أنت مثل ما قلت لنا إنه بعد ما درس كاربون يكون عندها اثنين أواصر تكون سينجل فهو يعتبر نت كومبليت كونجكيتد. هذا المركبات إحنا ما عندنا مثلا لو أخذنا بسلايد رقم 10 نموذج بي بس بعيد سلايد رقم 10 نموذج بي سلايد 10 نموذج بي أو بالمثال اللي أنا شرحته سلايد بي هذا شرحته هذا نموذج بي بسلايد رقم 10 لاحظي نموذج بي مباعدنا وحدة من ذرات الكربون هي CH2. احنا ما نكتب الأتشار طلاب بما انه عندي اصرتين منفردتين هاي ذرة الكربون فيعتبر هذا من نوع التهجين مال هاي ذرة الكربون sp3 فيعتبر not completely conjugate. ايضا بالنموذج سلايد دي طلاب باعوا نموذج دي سلايد 10 طلعوا لي باعوا نموذج دي هذا المركب يعتبر اروماتيك لو نون اروماتيك كتبوا لي على الشات رجاء طلع سلايد نون اروماتيك مو كومبليتلي. ليش نون اروماتيك؟ لان نوت كومبليتلي كونجكت. عندي ذره كربون من نوع السي اتش 2 هي اس بي 3 تهجينها فلذلك نوت كومبليتلي كونجكت. واضح طلاب؟ جيد نون اروماتيك عاشتكم عاشتكم طلاب عندنا وقت تردون اشرح لكم. دكتور نعم تفضل بس اسمك محمد عدنان. محمدنا مسؤول مرحله محمد لو غيرك انت؟ لا محمد عدنان مسؤول مرحله محمد علي. محمد علي اسمه. اوكي محمد تفضل. دكتور البوزيتيف اللي هو سايكلو بنتينال كاتيون بما انه البوزيتيف ما يدخل اياهم من عدم وين بيا سلايد 10 ياهم من عندهم من المركبات ابني بالنص مو يعتبر بالنص هذا الكاتيون. من نقول كاتيون يعني هذا الموجب الشحنه لا يحتوي على الكترونات. محمد نعم دكتور ليش اعتبرناه كومبليتلي ليش اعتبرناه شنو كومبليتلي كونجكيتد؟ كومبليتلي كونجكيتلي فيروس يعني يصير رزونانس. فهذا السلايد اللي هسه واضح يمك تشوف السلايد نعم تتحرك الشحنه الموجبه على ذرات الكربون تتحرك بس لين عندي باي الكترون عندي باي الكترون اربعه لان هذا الموجب الشحنه مو الكترونات ما عنده اي الكترون فاذاك هو قرر المنطبق بس هو كومبليتلي كونجكت لان يصير روزوناس عندي يصير روزوناس. تمام دكتور شكرا الف هلا بك. ترى دا سجل المحاضرة كل واحد يزلكم يا حتى اللي أسئلتكم. دكتور بلا زحمة ممكن سؤال؟ تفضل ابني. بس بدي اسمك بس اسمك عثمان. عثمان كاظم. نعم. دكتور بالنسبة إذا عندنا مثلث يعني مثال الأضلاع. أوكي بعدين هسه نشرح هذا. حنطي مثال عندي. مثلث مساوي الأضلاع إيش بيه؟ القاعدة ما هي بها الباي بوند وفوق عندي الكاتيون يعني موجب. نعم طبق عليه هذا كومبليت هذا كونجيجيتد كومبليت طبق عليه هو الرول. اذا عندي الكترونات اثنين هذا اوتوماتيك لو انا اوتوماتيك ما قبل تتبطل احنا ناخذها لان اوتوماتيك يعتبر والله هي نفسها على ايه ويمكن صديقتها بيت
بيتهم مدري. رجاء من دا يحكي وياي من دا يحكي رجاء سد المايك رجاء سد المايك. نعم نعم مكرم نعم. هو دائما الراديكال لان اوتوماتيك ليش؟ لان مو عدد صحيح حيصير عندنا بالمعادله بالجهه اليمنى من الباي الكترون حيكون مو رقم يعني مو زوجي حيكون فردي. فدائما بدون تعلم الفري راديكال بدون تعلم طلاب الفري راديكال عندي فري راديكال وحده مو اثنين وحده يكون قيمة الباي حتكون فردية يعني المعادلة قيمة الباي الكترون حيكون فردي فردي على زوجي أكيد ما يطلع انتكر ما يراد إلى تعلم. على أغلب نعم إذا عندي شحنة موجبة أو سالبة في صفة أكو باي الكترون يصير completely conjugated كله يدخل بحلقة. عبد الملك السالب والموجب لا صفة باي الكترون يدخل. نعم من يحكي من يحكي وياي دكتور زهرة عياد. تفضلي زهرة. يعني كل المركبات اللي فيها شحنة موجبة أو سالبة تعتبر كومبليتلي إذا بصف أكو باي الكترون كومبليتلي كونجوجيتد. تمام بس لازم ها بس لازم كل الذرات مال كربون ما عندي تهجين sp3 طلاب رجاء شلون بدي أكد لازم ما عندي ذرة كربون بيها sp3 داخل الحلقة. إذا عندي sp3 not completely conjugate حتى لو أكو سالب الشحنة. إذا تهجين sp3 واحدة من ذرات الكربون لأن هذا البوزيتيف تشارج والنيجاتيف. بس أكمل زهرة بس أكمل حبابة. إذا عندي نيجاتيف تشارج أو بوزيتيف تشارج وسوى ريزونانس هذا مو sp3 هذا sp2 طلاب رجاء أعيد. إذا عندي بوزيتيف أو نيجاتيف تشارج ودي يسوي ريزونانس مع الحلقة هذا مو sp3 هذا sp2 تهجيمات طلاب رجاء. لكن إذا عندي ذرة كربون بالحلقة يعني ما عليها بوزيتيف او نيجاتيف تشارج والتهجين مال اس بي 3 يعتبر نوت كومبليت. يعني مثلا عندي سي اتش 2 سي اتش 2 ما عليها لا موجب ولا سالب ولا فري راديكال هذا نوت كومبليتلي كونجيجيت. طلاب حبابين دكتور يعني هسه صفحه 10 الدي الدي صفحه 10 دي طبيعي هذا not completely conjugated. عندي CH2 يعني شحنة سالبة أو موجبة يعني إذا كان هناك شحنة سالبة وهذا يشبه المثال مالتي رطيته positive و negative radical هذا ما عليه شحنة سالبة هو نفس المثال الدي هو يشبه مثال رطيته positive و negative و free radical بس ما عليه شحنة صح؟ نعم طلع يسألوني طلاب والله نستفاد يسألوني رجال يسألوني طلاب حبابكم ترى السؤال يفيدنا كلنا حتى اللي يفيدني حتى أعرف فاهمين لو ما فاهمين طلاب. العفو دكتور لا بالعفو العفو حسن بس دقيقة واحدة حباب. هذا رابط الحضور اللي يريد يسجل يطبع على رابط الحضور يسجل هذا رابط الحضور دزيت لكم إياه واللي يسجل رجعني يقول يسجلت أخاف كل شيء يصير حتى عالج الموضوع. هذا رابط الحضور شفتوا ولدي أحد يقول لي الاستيابلتي هو بس للتوضيح طلاب الاستيابلتي فقط هو توضيح انه هاي مركبات هي مركب كل اي مركب اروماتيك هو ستيبل كومباوند اي مركب اروماتيك هو ستيبل كومباوند. شلون درسوه عبر طريقه خاصه انه سووا في التفاعل وسميناه تفاعل الهيدروجينيشن رياكشن مثل ما انباع بهذا السلايد هي طريقه توضيحيه طلاب
طريقة توضيحية. هذا stability مثل ما بعض هذا السلايد رقم 5 نباع أنه قيمة الحرارة اللي متولدة من نتيجة تفاعل الهيدروجين مع المركبات، نلاحظ أنه الأروماتيك كومباوند قيمة الحرارة تولدها هي أقل بكثير من قيمة حرارة تولدها الألكينات المشابهة لها. على الأساس اعتبروا الأروماتيك كومباوند هي أروماتيك، هي مركبات أروماتية مستقرة ستيبل كومباوند. إذا ما عندكم أسئلة خلينا نحل الأسئلة، خلينا نحل احنا الأسئلة ونشوف الأجوبة مالتكم. تشوفون هذا السلايد ولدي؟ جيد، عاشيتكم هذا. اوكي اوكي، عرفت انه يعني الرابط ده يشتغل. طلاب الرابط ينتهي مع انتهاء يقفل بال 11:30، حتى لو تسجل يطلع عندي مالتك التاريخ الغي اسمك من التسجيل. ب 11:30 قصدي العفو ب 12:30 ينغلق الرابط. حتى لو تسجل ينغلق. عليكم السلام. من جاي يحكي؟ عبد الله عامر. عبد الله لا حد يحفظ اسماء مركبه انيلين هاي مالك علاقه بها. تفضل عبد الله. دكتور انا طالب استضافه جديد ما اقدر اسجل حضور لان ما عندي ميل رسمي. دز لي اسمك ابني، اكتب لي على الشات حتى انا اعطيني اسمك. حباب شو اسمك؟ عبد الله عامر علي. عبد الله عامر علي. عامر علي. عبد الله عامر علي. اي دكتور. اكو احد مثلك؟ اكو احد داخل مثل زميلكم عبد الله بس يحكي وياي او يكتب لي على الشات؟ دكتور. نعم. انا نقل طالبه جديده ما عندي ايميل، اسمي ضحى ماجد حمزه. ضحى ماجد حمزه. حمزه نعم هذا هو. انت نقل وعبد الله استضافه. نعم. اكو بعض طلاب؟ دكتور أنا لم نقل. طيبة حسين فاخر. طيبة آمنة عادل. شو اسمك؟ نعم دكتور آمنة عادل أحمد. نعم دكتور. أنت شنو استضافة أو نقل؟ دكتور نقل. آمنة عادل أحمد هذا بك نقل. دكتور نعم. طيبة حسين فاخر. هم شبي أنت طيبة شنو أنت؟ طيبة حسين فاخر استضافة. تقام محسن علوان نقل. تقام محسن علوان نقل. دكتور اني هم إيلاف أحمد جاسم. مين بالشات حباب اللي يريد يكتب لي على الشات؟ إيلاف أحمد ايش؟ ضحى ماجد حمزة. ضحى ماجد حمزة سجلتك ضحى. إيلاف أحمد ايش؟ جاسم استضافة. استضافة؟ ايه. مين استضافة انت يا راب؟ مين استضافة؟ من جامعة الانبار. من الانبار؟ اوكي. ايه. اوكي. طلاب لا حد يسجل ويطلع، رجاء عندنا اسئلة مهمة كلش. لا حد يطلع لان نحل اسئلة طلاب. ما خلصنا المحاضرة. لا 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 طلاب ما احتاج. زينب الكل، زينب الكل سجلوا. اذا عندك الايميل الجامعي، اللي ما عنده ايميل مثل جامعي ما يقدر يسجل عندي. زينب حبيب تسمعيني؟ طلاب هذا طيب حنطي مثال اخير. حنطي مثال اخير. هذا دا تشوفون هذا السلايد طلاب؟ احد يكتب لي هذا السلايد دا تشوفوه رجاء. واضح دكتور واضح. اريد هسه انتم كل واحد عندنا اربع مركبات اي وبي وسي ودي. خلينا نحاول، انتم حاولوا لي قولوا لي يا من ذني المركبات اروماتيك يا هنا انا اروماتيك. رجاء اكتب لي كل مثلا شلون تكتب لي رجاء؟ لا حد يحكي رجاء. اكتب لي بالشات تقول لي مثلا اي اروماتيك، البي نن اروماتيك، السي اروماتيك، الدي مو امتحان بس حتى اشوف ايش قد فاهمين على الفواحش اشرحها.
يلا طلاب. حلو. خلوا الحال يمكم لا حتى اشرحها. جيدة كفت حلو دت حلو عشيتكم. دقيقتين وحل الأسئلة مالتها. طلاب لا حد يكتب لي انتي ارماتك رجاء، انت ما لك علاقه من هالموضوع، هذا غير موضوع، هذا القانون الثاني مال هوجر رول ما تعرفه، ما درست لك اياه فشلون تعرفه، بس ارماتك ولا ارماتك تكتب رجاء. جيد، اكو حلول يحلون كل الصح واكو يعني سرور ماجد عشتيدك. لا لا سرور لا سرور سرور ممتازه سرور ماجد عشتيدك. جيد فناز ممتاز جيد دكتور بلا زحمة. ليش طلعت صورتي؟ سوري دكتور هسه طلعت؟ اي شكرا دكتور. يلا حلو فاطمة جيد عندك غلط واحد. صفا ممتاز صفا حسام. درة عندك غلط. زهراء مشتاق ممتاز. والله زين طلاب والله فرحتوني زين زين ممتازين. أنا حكيت بحقكم مع الأساتذة قلت لهم هاي المرحلة جيدة يعني اعطيتونا انطباع جيد عنكم. طيب إذا أسجل لكم كل شيء إذا أسجل. بتعبر علي. أوكي طلاب نحل هذا السؤال نحل سوية هذا السؤال طلاب. طلاب لو انباعت ثلاث الاربع مركبات هيك حتجي الاسئله طلاب على الاغلب تجيك الاسئله. بس لا حد يكتب لي بعد على الشات انت من يمك يعني شوف الحال مالتك. لو ردنا نشرح هذا الموضوع انباع المركبات الاربعه هي نفس العدد الجزيئي من الذرات. لكن المركب الاول هو مركب نيوترال، المركب الثاني هو كاتيون، الثالث هو فري راديكال، الرابع هو انايون من نوع الساكلو، عندي كامبنتين. هاي المركبات الاربعه لو طبقنا عليها المعايير الاولى
أربعتين سايكليك كومباوند، أربعتين بلينر طلاب. على الأغلب حتى المركب الأول قلنا البلينر دكتوا لي بالامتحان، لكن باوع أن المركب رقم أي عندي مجموعة CH2، ذرة CH2 بكربون وسطية صار مثل هيك مثلث، هاي CH2 هاي تهجين SP3، فإذا المركب أي هو not completely conjugated فيعتبر non aromatic. مركب أي not completely conjugated يعتبر not aromatic. بقت عندي المركبات الأربعة الشحنات، لو باعت ثلاثتين البوزيتيف والنيجاتيف والراديكال ثلاثتين completely conjugated، هذا CH2 صار عليه بوزيتيف والنيجاتيف وفري راديكال completely ثلاثتين البي والسي والدي سايكليك بلانر وcompletely conjugated. لو طبقنا هوجر رول، أول مركب بي عندي كم باي الكترون؟ عندي 10 باي الكترون، فقيمة الآن تطلع أعتقد 2، قيمة هوجر رول لو طبقنا القانون فيعتبر البي أروماتيك كمباوند. مثل ما قلت لكم السي بما أنه فري راديكال أوتوماتيكي أو أنه أروماتيك لأن هوجر رول يطلع نوت ساتسفايد لأنه هاي عندي 11 الكترون من نوع الباي، لو طبقته أكيد حيطلع ناتج الآن يطلع مركب يطلع الآن نوت انتجر. أما النيجاتيف تشارج معناته عندي صار 12 الكترون، 12 الكترون لو طبقنا 12 عندي الكترون من نوع الباي لو طبقنا هوجر رول عليه نبع قيمة الآن تطلع نوت انتجر. فإذا المركبات الأي نون أروماتيك، البي أروماتيك، والسي والدي نون أروماتيك كومباوند. نون أروماتيك كومباوند يعني تقريبا خلينا نقول أغلب الطلبة أغلبكم حليتوا حقيقة فشي مفرح. أتمنى أن أكون يعني وفقت أن أوصل المعلومة لكم. ترى موضوع لا تصوروا ترى مو بسهولة طلاب، مو بسهولة بس الظاهر شطار. قلنا عوف البلانر، عوف علي حميد، عوف البلانر، عوف البلانر. حدث مرت الأخ الرابط حتى تسجلون، ودي أخاف أحد ما شافه هذا رابط حتى تسجل من عنده هم دزيته قاطلة. إسراء داود محاضر المحاضرة الأولى شو عجبتي؟ أنا سجلت وأعتقد صديقكم حيدر دي يسوي مونتاج للتسجيل مالتي، فأعتقد حنزل على يوتيوب المحاضرة الأولى. الدي المركب دي ليش ما يطلع؟ ليش مو شو اسمه طلاب باع الدي مركب دي سايكليك المركب دي هو سايكليك كومباوند هو بلانر هو كومبليتلي كونجيجيتد، لكن عدد بما انه الزوج الالكتروني النيجاتيف تشارج ده تدخل ضمن الحلقه حتى تسوي كومبليتلي كونجيجيتد، فعدد عدد الالكترونات هي هي 12 الكترون عندنا ما النيجاتيف تشارج الكترونين وعندي 10 فيصير 12 الكترون باي. طبق قانون هوجر رول يطلع الآن تقريبا 2.5 ما يطلع شو اسمه ما يطلع انتجر نمبر، فالدي نط الدي نن أروماتيك كومباوند. أكو أمامكم select the best definition of an aromatic compound A و B و C D ده شوفوها طلاب، طلاب ده شوفون هاي السلايد حتى نحل السؤال الثاني ممكن تجي أسئلة مرتبة شوي. نعم أحد يحكي وياي يا طلاب؟ البي أروماتيك لأن عندي 10 الكترونات باي، طبق القانون أروماتيك كومباوند.
رجاء سد المايك مالتك، رجاء سد المايك. فاطمة البي ار مالتك لان عندي 10 الكترونات باي، كم اسره باي عندي؟ 5 في 2 10. فاطمة مروان او فول بلانر تقولي بالكونجيجيتد. هسه عيدك يا علي عبد المحسن، حلولي هذا المثال اللي بال امامكم بالهاي بالسلايد. select the best definition of an aromatic compound. شو تقولون طلاب؟ ياهو الصحيح بهذا المثال طلاب. لا غلط طلاب، موسي لا طلاب موسي. نعم اي الاختيار اي هو الصحيح. احنا نسيل وردنا نفصل لو نشرح هذا الموضوع. الاي هو قانون هوجر رول، هو من ضمن المعايير الاساسيه. الاستيبلتي هو مش الاروماتيك كومباوند ستيبل، اكو بالكيمياء العضويه كثير من مركبات ستيبل كومباوند. احنا ما ناكد ما قلت يعني كثير من المركبات هي ستيبل، من حندرس الهيتروسايكليك حنبحث ايضا مركبات ستيبل كومباوند. وايضا الدي هو الكتروفيليك بقلت اني اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن اروماتيك كومباوند، وتفاعلت الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن. الاي هو الصحيح اللي هو بيه قانون هوجر رول. واضح طلاب؟ احتمال ترى تجيك اسئله طلاب رجاء. المالتيبل تشويز يراد واحد يعرف شلون يفكر، يعني الجمله بها معنى، لازم تعرف هاي الجمله هل هي سلكتيف لو نوت سلكتيف للموضوع. فالاي هو المثال الصحيح. بهذا المثال لو نباوع بالمثال مالتنا سلكتد بالمالتيبل تشويز، الاي هو قانون هوجر رول، وقانون هوجر رول قانون اساسي لتحديد الاروماتيك، صح هو من المعايير بس اساسي. السي مو كل المركبات بس الاروماتيك هو ستيبل بمركبات عضويه، اكو مركبات تستعمل الدروسه بالهيتروسايكليك كومباوند ايضا مستقره، اكو مركبات بالعضويه مستقره قياسا للالكين. ايضا مو كل يعني مش شرط التفاعلات الاروماتيك كومباوند، صح هو الكتروفيليك سبستيوشن، بس لازم نذكر انه اروماتيك الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن، لازم نذكر انه هذا اروماتيك. اكو تفاعلات بالكيمياء العضويه ايضا الكتروفيليك سبستيوشن، مو شرط الا بالاروماتيك، هاي بعدين بالمستقبل تعرفوها. فإذاك الأي هو كان الجواب السلكتيف، لأن يعني أقول أني select the best definition بعد the best. لازم بالمالتيبل تشويز طالب يعني تقرأ وتفهم السؤال يعني شنو. بلازم نعم. دكتور CRB ليش مو صحيح؟ البي دعش على فد الموضوع فيرنس شيل، بدي احكي على الفيرنس شيل، بدي احكي على مركبات اس بي 3. البي بدي احكي على مركبات اس بي 3. اصلا انت هذا الموضوع يعني شوي صعب عليك، فليك قدام تهمله لان ما مدرس لك اياه، فهمله. يبقى عندك ثلاثه الاي والسي والدي. طلاب بالمالتيبل تشويس دائما الاستاذ يخلي خيار او خيارين هم لهم الاولويه، يعني بهذا المثال الاولويه انا برايي الاي والدي، الاي والدي الكتروفيليك سبستيوشن وهوجر رول. بالدي ما ذكرت لك اروماتيك كومباوند، يعني هنا جاي احكي انت كومباوند الكتروفيليك، ما هي فقط الاروماتيك كومباوند تدخل تفاعلات الكتروفيليك سبستيوشن، اكو مركبات بالكيمياء العضويه ايضا تدخل تفاعلات
الكتروفيليك سبستيوشن ريأكشن مشابه للأروماتيك كومباوند. فإذا كان الأي هو الخيار الأمثل. بالامتحان أجيب على مرتبة شوية لا لأن هم يطلبون عنده. نعم يعتبر كونجيجيتد عبد الملك عمران. دكتور بس اسمك حبابة سارة رياض. سارة نعم دكتور بس السي بالسؤال الأول بالسؤال السي ايش فيه فري راديكال الفري راديكال اي الفري راديكال رأس إذا هو باي الكترون إذا دخل ضمن الباي حيطلع قيمة الباي الكترون حيطلع مو عدد صحيح حيطلع فردي يعني 11 الكترون خمس عندنا 10 الكترونات باي وعندنا فري راديكال واحد صاروا 11 دي قدام يعني 11 على زوجي يطلع مو انتقر طبق القانون عليه سارة إيه دكتور إيه تهمت فذلك الفري راديكال دي قدام إذا الفري راديكال إذا دخل ضمن الحلقة دي قدام يقول هذا لن أروماتيك لأنه ما ينطبق عليه هوجر رول بالامتحان طلاب تكتبون هوجر رول وتقول لي هذا 11 الكترون مو تقول لي not satisfied تكتبه وتطلع القيمة مالته حتى ما يحتاج تقسم مبين مثلا نقول 5 على 4 مثلا مثلا لا تكمل لي استاذ ممكن اسال فتشي تقدرين بتي اسمي زينب زينب هاشم بس استاذ تقدر تفعل القلم من يمك القلم بس اريد القلم مال وورد بس اريدك تكتب فتشي بس اريدك تحل على طريقة هاي الرول واحدة من عدهن لان ما مفتهمة شلون تصير يا منهم بتي اهم ما مفتهمت اي واحد اختار الراديكال او الكات الكاتيون او الانيون بس قلم ورقة عندش قلم ورقة اي عادي اقدر اجيب يا انت البوزيتيف والنيجاتيف لو ال 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 لو الفري راديكال تدي نحله يعمل مختاري زين المثال اي شيء بس انه افهم القاعده خش اختار النيجاتيف تشارج نموذج دي انا ما حقدر اكتب لك بس انت حلي وياي يمي ورقه وقلم اي دي حنختار دي ابو النيجاتيف تشارج هذا مركب سايكليك زينب وياي اي وياك استاذ كتبي سايكليك كومباوند بالامتحان ما يكتب لي بلانر ما يكتب لي ما حاسب عليه ماشي خوش خلينا نسهل كومبليتلي كونجيجيتد نعم كومبليتلي كونجيجيتد نطبق عليه قانون هوجر رول شو يقول قانون هوجر رول سجل يمك 4n plus 2 equal pi الكترون لازم احدد الباي الكترون كم الكترون عندي هنا زينب كم باي الكترون عندي كم عشرة عندي خمسة ويا الانيون اثنين يصير 12 ما راح اكتب ال 12 بالمعادلة ما راح اكتبها على اليمين لو على اليسار تريتي وين نكتب الباي الكترون؟ باي؟ 12 باي؟ نعم 12 باي الكترون على اليمين اكيد على اليمين على المعادلة اكتب 4n plus 2 equal 12 صح؟ حلي لي اياها كملي المعادلة معادلة رياضية من الدرجة الأولى يصير 4n equal 12 ناقص 2 من انقل الاثنين من اليسار إلى اليمين انقلها بشحنة سالبة 4n equals get 10 و10 قسمها على 4 فما راح يطلع العدد صحيح فما يعتبر اي فنان ارماتيك كومباوند احسن يخضع لها القاعده نفس الشيء الفري راديكال مكان الباي كتبنا ناقص 12 نكتب 11 صح اي لان هي بس الكترون واحد سبتي والبوزيتيف بما انه ما عندي الكترون ف10 اي صح فيصير فالان تطلع 2 فالان تطلع اثنين البي اروماتيك ليش اي تمام وال اما اول وحده اللي قدام قلنا نوت كومبليتلي كونجيجيتد اذا طبقنا هو قالوا يطلع اروماتيك بس نوت كومبليتلي كونجيجيتد فطلع لنا اروماتيك
وتقلت الانتي اروماتيك عفوها، يعني احنا عندنا بس عفو عفو كلمه انتي، هذا غير موضوع، هذا قانون هم هو قل وضعه عفوبتي عفو. تمام اوكي. طلاب اتمنى سوري بس نعم. بعد واحد نعم انه الكومبليتلي كونجكتيد اقدر اعرفه انه شوي صوتك حبابه زين بدا سمعك اعلي صح سوري الكومبليتلي كونجكتيد عرفته، هاي النقطه الثانيه عرفته انه هو ما عندي اس بي 3، ما عندي اس بي 3 اي كربونه، نعم ما عندي اي اس بي 3، يعني ماكو ولا وحده بيها اربع ارتباطات. هذا بالضبط هيك. احسنتي احسنتي، هذا هو. شكرا. انا اشكرك. لا اي ثلاث خطوات بدون بلانر، يلا خلينا نسهل لكم اياها بلا بلانر. طلاب كم واحد يفتهم المحاضره على اونلاين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. من حضرتك علي؟ علي عباس. تفضل يا دكتور. دكتور بس التعجين مثلا الاي ما جاي يفتهمه. الاي؟ اي مثلا مثال اي يمك يمك الاي؟ باع الاي باع الاي. عندنا مركب بتهجين اس بي 3، عندنا ذره كربون بها تهجين اس بي 3. علي وياي ابني دكتور شلون اعرفه يعني؟ هاي لازم اقول عن ملكيه واحد واحد. هنا عندنا باع، عندنا بالمثلث فوق، المثلث الفوق الفوق اكو سي اتش 2 اربع عواصر. احنا اخو بالكيمياء ما نكتب سي اتش 2 ننطيك هيجي هيجي نرسمه. هذا هو سي اتش 2. كم عصره منفرده بي سي اتش 2؟ كم عصره منفرده؟ ارسمه يمك ابني وكتبه. اثنين. ارسمه حتى تفتهمه. كم عصره منفرده بي؟ كم عصره؟ اربعه بمي. اثنين اثنين ويا الاتش واثنين ويا الكربونات اللي بصفها. اربعه اربعه. بما انه عصره اربعه عواصر منفرده يشبه الالكام فالتهجين اس بي 3. وش وقت يكون اس بي 2؟ انت شو تقول شو وقت يصير اس بي 2؟ من يكون ايش اسمه؟ اثنين او ثلاثة بي عواصر؟ من يكون عنده اثنين، ليش ثلاثة؟ ما اقول ثلاثة. من يصير عندي كم عاصرة؟ عندي باي الكترون. هو لازم ذرة الكربون أربع عواصر. بس حتى يصير اس بي 2 لازم عندي دبل بوند بصف السي. السي مرتبطة بدبل بوند ابني حباب. ايه دكتور. دكتور ما كنت حاضر انا بالجسم. ليش ما حضرت؟ كنت مملقح. ليش ما يفوتوكم اذا مملقح؟ ايه. صدق؟ وين ما يفوتك؟ من ما يفوتك؟ من ما يفوتك؟ الباب الرئيسية. بس تلقحت؟ الحمد لله وش. يلا الحمد لله. طلاب اعتقد وقتنا خلص لكن اكو محاضرة وراي. شكرا جزيلا طلاب، بارك الله بكم. نلتقي ان شاء الله يوم الثلاثاء، حجز لكم ان شاء الله الملزمه مع المحاضره مال يوم الثلاثاء. شكرا جزيلا، بالسلامه.